وفاق عميري مهندس رئيس وكهيئة مدير بإدارة القرض والتشجيعات بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهيكل المهنية. Le FOSDAP, le Fonds spécial de développement agricole et de la pêche, هو الصندوق الخاص بالتنمية الفلاحية والصيد البحري. هو الصندوق ممول من ميزانية الدولة. يهم تشجيع الدولة في الاستثمار الخاص الفلاحي ويهم زاد تمويل بعض أنواع القروض. الفوزداب هذا الصندوق الخاص بالتنمية الفلاحية والصيد البحري كي نحب نقسموه هو فيه principalement deux grands rubriques. عندنا les subventions, les primes ولا تشجيعات الدولة اللي هما المنح يتقسموا لزوز أنواع. عندنا منح لفائدة الصنف A اللي ذوما التريتمون الدوسي نتاعهم يصير في السي ار دي ا المندوبيات الجهويه للتنميه الفلاحيه. وعندنا لي سوبفونسيون اي لي بريم والمنح اللي تسند لفائده الصنف ب هذوما التريتمون الدوسي نتاعهم يصير عن طريق وكاله النهوض بالاستثمارات الفلاحيه لابيا. وعندنا لافيس ديو هذا في وسط الفوس داب زادا هذا صندوق النهوض بالزيتين هو سبيسيال يعطي منح خاصة بقطاع الزيتين فيها التشبيب والغراسات ولغشاش دو شيان دون فيه بعض الأوبيراسيون خاصة بقطاع الزيتين. هذوما المنح الموجودين في الفوس داب. في الفوس داب زادا عنا قروض عن القروض الموسمية. القروض هذه جينيرالمون هي خاصة بزراعات الكبرى. عنا فيها روبريك صغيرة معناها انفلوب صغيرة نعطيوها سنويا للخضروات أما هي الأكثرية تسند للزراعات الكبرى. عنا نوع آخر من القروض هي القروض العقارية يقع إسنادها معناها عن طريق لابيا. وعنا اون لين دو كريدي هذه خط تمويل خاص بصغار الفلاحين والهياكل المهنية للزوبا بما في ذلك السماسا الجدية وكل أنواع الهياكل المهنية الفلاحية. بالنسبة للهياكل المهنية في قانون الاستثمار هي موجودة في الصنف A معناها المنح متاحة تتراوح ما بين 30 وتنجم توصل حتى 60% منحة من كلفة المشروع. هذا بالنسبة للمنح. بالنسبة للقروض عنا لينو دو كريدي اللي حكينا عليها تابعة الفوزداب هي لفائدة صغار الفلاحين والهياكل المهنية على حد سواء. هذه الانتفاع بالإجراء هذا ثم ثلاثة شروط اللي هما أن الكلفة متاع المشروع ما تفوتش 300 مليون سقف الكلفة 300 مليون أن يكونوا المنخرطين في الهيكل المهني الكلهم من صغار الفلاحين. والشرط الثالث أن المشروع اللي مرغوب معناه أن تاخذ منحة تاخذ عليه القرض باش تعمل المشروع يكون المشروع هو أول مشروع ما نجموش معناه يكون تجديد وإلا توسعة ما تنجمش ننتفع بالإجراء هذا. احنا سنويا نحطوا اعتمادات لفائدة الخط هذا خط التمويل لكن ما يقعش استهلاكها بالكامل. ولاحظنا معناها في تقييم للخط هذا ان 6 ولايات هاو انتفعوا بالاجراء هذايا ومعناها والمجال يمشيوا كلهم في الميكنه الفلاحيه ما عندناش تنوع مثلا مش معناها تنوع في الانشطه ولا تنوع في المشاريع المنجزه من قبل الهيكل المهنيه. احنا رينا اللي يلزمنا معناها نراجعوا الامر هذايا في اتجاه معناها ان ينفعوا اكثر عدد ممكن من الهيكل المهنيه اللي تعوقهم الامكانيات ان يدخل المنظومه البنكيه معناها ينتفعوا بقروض وحدهم. قلنا هذه فرصة مش ياخذوا من الفوز داب معناها من تمويل من ميزانية الدولة قرض يمكنهم من تجديد معناها تجديد مشاريعهم ومعناها وراجعنا الشروط. مشينا نحو اتجاه ترفيع في سقف القرض من 300 مليون قلنا نجموا نمشيو ل 500 مليون. والشروط الأخرى نحن في اتجاه معناها مراجعتها باش نمكنوا أكبر عدد ممكن من الهياكل المهنية بما في ذلك الاس ام اس او والجديا انهم ينتفعوا بالاجراء هذا. بالنسبه للقرض هذايا لفائده صغار الفلاحين والهياكل المهنيه الفلاحيه باش يعنى النظر فيه واسناد القروض للجنه فنيه جهويه تعد معناها في الغرض في اطار الامر مشروع الامر في اطار الامر اللي باش يقع معناها التنصيص عليه ومراجعته قريبا. وقع في نهاية 2019 تقييم للإجراء هذايا المتمثل في انتفاع الهيكل المهنية بقرض عن طريق الفوزداب. التقييم هذايا صار من 2011 حتى 2019. المخرجات نتاعو انه المجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري ما تمش اقبال على غيابهم كليا عن الاقبال على الاجراء هذايا. عندنا 16 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية قامت بوضع ملفاتها للانتفاع بهالقرض هذايا 11 فقط
تحصلوا على القرض، وستة ولايات فقط هما اللي وقعوا الانتفاع بالإجراء هذايا، اللي هما قروان، مدنين، جابس، سوسة، تطاوين، وسيدي بوزيد. وانحصر مجال الاستثمار في بالنسبة للقروض هذه في الميكنة الفلاحية. من أسباب عدم الإقبال على الإجراء هذايا من قبل الهياكل المهنية هو حرمان الشركات التعاونية الرغبة في التوسع في مشاريع الاستثمار من الإجراء هذايا، خاطر في شروط الانتفاع بالقرض إن يكون هو أول مشروع. هذا المعيق الأول. عدم سبب آخر يسبب يفسر عدم إقبال الهياكل المهني للانتفاع بالقرض هو إن الشرط المتعلق بتدخل الشركة لفائدة صغار الفلاحين، لكن في بعض الأحيان ما نلقاوش في الشركة ما نلقاوش في الهيكل المهني الراغب على الحصول على قرض، ما لي زاديرون نتاعو ما يكونوش كلهم صغار فلاحين، وهذاك علاش اللي بعض الهيكل المهنية ما تمكنوش من الانتفاع بالإجراء هذايا. عندنا زاد نقطة مهمة هي النقص في التحسيس والإعلام وتوعية الشركات التعاونية والهيكل المهنية بصفة عامة بوجود خط تمويل لفائدتهم، والموضوع على ذمة فوزداب، صندوق الخاص بالتنمية الفلاحية والصيد البحري. باش نحسنوا معناها المقترحات في سبيل معناها نخليو الهيكل المهنية ينتفعوا بها الإجراء هذايا والقرض، احنا باش قمنا واحنا في طور التنفيذ توا بمراجعة، مش بمراجعة، بإعداد أمر جديد ينظم شروط الانتفاع بالانتفاع القرض هذايا عن طريق الفوزداب. نحاولوا فيه اوناليج معناها لي كونديسيون اللي حكينا عليهم، اللي هو يكون اول مشروع فلاح تقوم به الهيكل المهنيه، ننظروا في ترفيع في قيمه القرض، كان قصر 300 مليون باش نمشيو نحو ترفيع ل 500 مليون بالنسبه لكلفه القرض. وبالنسبه للشرط الاخراني اللي هو المشكل الكبير ان يكونوا لي زاديرون تاع الهيكل المهني كل صغار الفلاحين، باش نحاولوا نشوفوا كيفاش نحسنوا فيه باش نمكنوا اكبر عدد ممكن من الهيكل المهني للانتفاع بالاجراء هذايا. ويجب كذلك تحسيس الهيكل المهنيه الفلاحيه باهميه الاستثمار والتمويل لتطوير برامج التدخل نتاعهم عن طريق انتفاع بقرض من الخط المذكور.